توكل على الله. حبيبي يا دولي. حد قدامي يا جماعه الناس الاطفال الصغيره اللي على المسرح. يلا باشا. كتير قوي والله. حبيب قلبي طبعا عم شريف السواح الادب والشعر بيقولوا المجموعه المفهوميه مسؤوليه شريف السواح احلى فرصه. اسمع لفريد الغالي. لا لا لا
الشغل، يوم هفتح الدفاتر مش هخلي لحد خاطر، اللي عنده حساب يجيبه كل وقت الشدة سابنيها، يبقى يقعد ويحاسبني وحقي هاخده مش هسيبه. الأيام بتروح وتيجي واللي عايز بكرة مش هيلاقي غير ما فيه، حياة رسول الله اللي عاجبه الكلام ده لا يفك ايده ويسمعنا سفه محبته في رسول الله. انا عايزك تبان قدام الناس كلها ودي فرحه دوليه، خدنا ثلاث شغاله وكل الناس مبسوطه. نعيد الكلام من الاول وخليك حنين يا ابو عبد الحسن. مش هخلي لحد خاطر، واللي عنده حساب يجيبه كل وقت الشدة سابه، يبقى يقعد ويحاسبني وحقي هاخده مش هسيبه. الأيام بتروح وتيجي واللي عايز بكرة يجي مش هيلاقي غير ما فيش، we'll be right back.
شوية شوية العريس نور العالم دي نايمة والله العالم دي نايمة اللي يحب نبينا سبنا في مع معروفة Yeah.
عم سامح هنبدي. انا عايز اقول للفرح كل حاجه والنبي عم الحاج والنبي الفرح عباره عن فنان. بص كده على الناس في الاجتماعات. لا 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 لا، انا بعد اذن حضرتك عاوزك